السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديال السمسيه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم ان شاء الله في فيديو تصاد لهنا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه فريمون رائعه وسهله، وكتصب كميه كثيره واخا ثلاث البيضات. ان شاء الله غادي نصوبوا فيها جوج اشكال سهلين، ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم. وما تنساوش لايك وبارطاج، وكذلك اشتركوا ديروا ابوني يوكو على جرس الصوم ديما جديد. ودابا نشوفوا المقادير اللي نحتاجو في هذه الوصفه. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو تلات بيضات حارة المطبخ، وجوج خمارات، وتلات كيسان هنبة ديال السكر سنيدة، 250 غرام ديال الزبدة ولا مارغارين ديال البطة ولا ديال الباكية، تلات كيسان ديال الزيت، دائما كنعبرو بالكيسان ديال العنبة، ومكنحتاجو كاس عنبة ديال الكوك النون ممتاز، وغنحتاجو كاس زنجلان اللي حمرنا وطحناه ولا هرمشوه، وغنحتاجو كذلك كاوكاو تا هو حمرناه وطحناه، ولوز كذلك كاس حمرناه وطحناه، وغنحتاجو قبصة الملح ودقيق دائما حسب الخليط. كنا طول الزبدة ديالنا كديرو في القصة ولا في يعني في غادي تعجنو، ونضيفو سنيدة. سنيدة دائما خصها تكون سنيدة رقيقة، ما تكونش غليظة باش تسهل عليكم هاد تسهل عليكم في العجين، حيت الا غطات كتبقى فيها داك الحبيبات كيبقاو دائما باينين في العجين. ومن بعد كنضيفو هادوك ثلاث البيضات، البيضات حاولوا تاخذهم كبار ما يكونوا صغار. ومن بعد كنخلطو مزيان الزبدة ديالنا مع البيض، ومن بعد كنضيفو الزيت كما قلت لكم ثلاث كيسان عنبة ديال الزيت. ومن بعد كنخلطوها مزيان حتى كيندمج مزيان هاد الزيت مع الزبده، حتى كتشوفوا صافي ولا عندكم الخليط جاري السنيده دابت. عاد ما كنضيفوا المكسرات ديالنا اللي هو اللوز كوكو زنجلان والكوك، تقدروا تطحنوا مزيان، تقدروا تخلوا هكاك مهربشين يجيو باينين خصوصا الزنجلان. ومن بعد كنخلطوه مزيان، عاد من بعد كنبداو نضيفوا جوج خمارات وقبصه الملحه ودقيق. دقيق ما كديروش دقيق في خطره، كتبقى تضيفوا دقيق شويه بشويه حتى كيتجمع لكم العجين، والعجين ما كيكونش قاصح كيبقى مازال شويه رطب ولكن ما بقاش كيلصق في اليدين. نبقى نصمم بالطريقه هذه حتى كنجمع العجين ديالنا، ومن بعد كنبدا نكورو فيه. انا غادي ندير جوج اشكال، غادي نكور نص ونص، غادي نخليه هكاك حتى نكمل الشكل الاول. الشكل الاول غادي ندير هذا الشكل هكا بحال الشكل ديال الوريضه. غادي نحتاجو فيه عطاب، هذا موجود في السوق، كاين هذا ديال الحديد ولكن ديال بلاستيك بحالو، وغادي نحتاجو دقيق فين نغطسو هذا ديال طبع حيت الحلوه كتلصق فيه. كنديرو الطبع ديالنا في الدقيق، ومن بعد كنوركو مزيان على هذيك الكره اللي حطينا في لاطا، والفرن درناه يسخن مزيان. عاد من بعد كنحشو لاطا ديالنا، كنطلعو لاطا الفوق، ومن بعد كنشعلو العافيه غير بالتحت حتى كتحمر لكم الحلوه، ما حتاجوش ما كتطلعو لاطا الفوق باش تحمر.
ودابا غادي نديرو الشكل الثاني اللي هو الهلال. غادي نكور ديك نص العجينه الاخرى اللي قلت لكم خليت على جنب، وغادي ندير فيها هكا باش كد الحربل طويل شويه، ومن بعد كنقوسها واحد شويه باش يولي عندنا شكل ديال الهلال. الكرات كتحلو ديرو غير صغار، ما ديرهمش كبار. الا عندكم ميزان كديرو غير 15 غرام، لا في هاد الشكل الاول لا في الشكل الثاني نفس العبار. ملي كنحطوها في لاطا كنعاود نقادها مزيان ومن كنستمر بهاد الطريقه هادي. وتا هي نفس الطريقه ديال التاب ديال لاطا الاولى، الفران يكون سخون مزيان ولاطا نطلعوها الفوق باش هكاك ما تخرجش لينا، ونخليه طيب على خاطرها باش هكا ما تشجوش العافيه، حيت الا تشد العافيه غادي طيب دغيا وغادي تخرطب الداخل. هنا بغينا تجي مقربله داكشي علاش غادي نطلعوا لاطا الفوق والعافيه غير من التحت حتى كطيب لكم الحلوه. بعد ما طيبناها نتوما كتشوفوا تحمرات من الفوق ومن التحت، غادي ناخذها ونديرها في سكر كلاسي. سكر كلاسي غير العادي ماشي سبيسيال، وكنديرها هي باقا دافيه ما برداش باش هكا كي علاش كنديرها في دافيه، حيت سكر كلاسي الا كانت قريبه بارده ما غاديش يلصق فيها، داكشي كنديرها دافيه باش كيما كنعطيها في سكر كلاسي يتلصق فيها. المهم كتجي هاد الحلوه فريمون زوينه، وكنشكر صاحبتي هي اللي عطاتها لي هاد الوصفه، هي ديما كديرها وعطاتني هاد الوصفه وبغيت اليوم نشاركها معكم. كنستمر بهاد الطريقه هادي حتى كتكملو كاع الحلوه ديالنا. الا ما بغيتيش سكر كلاصيك تقدرو تخليوه هكاك عادي ناتور. وكذلك الهلال هانتوما كتشوفو هو باقي دافي تا هو كنغطسو في سكر كلاصيك. حلوه سهله وكتخرج كميه كثيره، وهاد الايام الناس كيبغيو اشكال ديال الحلوه، انا جبت لكم شكل اخر من ان شاء الله ديروها. ونستمر بهاد الطريقه هادي حتى كنكملو كاع الحلوه ديالنا في لي كنديرو سكر كلاصي، ونتلقاو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي. الحلوه ديالنا بعد ما كملناها نتوما تشوفو الغريبه، نص ديال سكر كلاصي نص خليتها هكاك ناتور باش تشوفو كيفاش كتجي، و الهلال درت لي سكر كلاصي نتوما كتشوفو فريمون لا مذاقا لا منظرا فريمون ما شاء الله زوينه. وكما شفتوا سهله التحضير دغيا كنصوبوها. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم، وما تنسوا كلاك وبارطاج وكذلك شاتو دي ابوني اي بوكو على شراسي صوم ديما جديد، وتلقاو ان شاء الله في وصفه قديمه. بصحه وراحه.